بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أم لم يعرفوا رسولهم دا خازي دعاء شخد تعالى كين خد تعالى قلنه مهم يا بيك وجبة دا خازي شخد تعالى كين خد تعالى برحمه دلوفان يخو يا برفره بيت قل مدى بكتن وبردوان خد تعالى بكتا بارا مهم خیش کبرت رزدار و خوشتوی خود تعالی نعمت کا گلک مزن یاد گل بدا کری او نعمت اگر راستی اگر ام بین و چاوکی درز بر خوب دینی کو بو و کمرو وک بو جان خارنا و خارنا گلک نعمت را بو ما شهر تشتاکی افرو کل دنیا البردستی ما شوی گلک ماستره کم بیژن بوشی همی تشتک روشه که دیب دو ماهی کتن همی تشتک شمده تا قدقا کنون تبرین بسف نعمتا دی بردان بیتن نعمتا ش نعمتا دی بابا جی مصره چنکی دی باب گلك نعمتا کامازنن او سبب وجود و حبون مرو بین سری عردی بشوی نعمتا جی مصره یعنی ش همی نعمتا شیم بیژن مصره پشت نعمتا خود تعالی معرفتا خديك ومعرفتا بيغمبريا صلى الله عليه وسلم ويقينا جي يقينا جي يعني هجر بيغمبر صلى الله عليه وسلم نبا ما خد تعالى جي بوي شكل بي تي في نتنياصي لو خد تعالى منتك ما ظن مكر لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يعني فعلا منتك زيدا ما ظن خود تعالى كود قل مدى كري شو منات جوي منات ماسترنين ولا رب العالمين كرا منات سر ما فعلا جي منات نكا يلي براو خشكا يعني كتبيت واقعي دو انسان يه منصف بيت وبزامير بيت انو درس حكاتي من افرو كا قلك ديانات السر عردي هين وقلك دست خوب خود ديانات تشي كري وديانات تين ان بجين كود بجين ديانات السماوي جي بس نكا ورا ايكيب درب خا كو وكيتا خد تعالى بن ياسيت وكيتا بهاقش بحسي خد تعالى بكت بيش نقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لو ابا باتي في من التمظن ابي نعمة تمظن ابا خد تعالى القل مذاكري فيا بيتن ام بيغمبري باشتر بن ياسين صلاة خد السربن رنگ کم بیجین دوی بابتی دا ام حسابه پیناسب دینه پیغمبر خوب بن یاسین علیه صلی اللہ علیه سلام اینکه ایکی غریب بیتن ما دیش نیکن پیغمبر یاسین تو جبیر نکه ما جیلک دی یب دیف ما همیادات جیلک بچی که و اف جیلک گلک گلک یم جیل افرو که دنیا دا و اف یما یب پندک صحبت و سرو بر دیو افرو که یهی متأثره بیاری کرکی متأثره استرامبيجكي متأثرة ممثلكي أبروك احتمالا قالك تشتجيانا واتزانيتن يك تشتجيانا پیغمبر خون زانيت عليه الصلاة والسلام جيانا ما پیغمبر عليه الصلاة والسلام احتمالا نانياسيت ونا غريبة جيكو يعني فعلا هيك جرى اختبار بهندك هات يكرن درست نوي پیغمبر نزان عليه الصلاة والسلام حتى أبروك قالك ولاتا مكبرة قالك ولاتا بصرمانا وكي كيش دعادة بيشتن قد من قوتا عندك طلبة خوب من نافي شار مثلا سيك جت بيغمبري بيجن عز السلام سيك جت بيغمبري بيجن وبتي بارك عندك ربنا نبا قد نافي عائشة قد بابا نو عائشة خزانة بيغمبر عز السلام يعني المهم لوات بيجن كدو قالك فرق قالك بيتفيا وقتي أبرو كجيكو أمد زمانة كدابن عندك دفيتن بيغمبر عز السلام برشافت خلقي كيم كان بابجنا بيغمبري صلاة سربان يعني هما فيت حملة بيت فيتن كار كريم بيت في شول بيت فيتن يعني بصرمان سر هندي كار بكتن كو اف بيغمبر عليه الصلاة والسلام وخلكي بتر بيتا دانا ياسين وخاصة في جيلان وكمثلا في قافك هندك بين بيجن حتى ام بصرمان بوش عالم طافش تا بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر بيه هاد قبر خدا صلاة خا بيغمبر شو الخلكي كريه يعني مروبك قال جراها كتشتكى تنبي تجي مادام زالت انا كريه دي بوش هابشي بس حتى يدرس بما ديارة بيتن لو أم بجنيكو دو قلقا فرق قلقا بيتفيا عند جرب شكلك السفك
ام بحثي پیغمبري بكين صلى الله عليه وسلم ام فتر پیغمبري بن ياسين لو انت بتفيد في خلق كده سيرة پیغمبري بشيوكي كرت يعني قالكش جي وبشيوكي كرت بما بيتا قوتن چنك يمزانين أبرو كيا سيرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يابويا مجلدات ويابويا يعني اكيد بيجن صدها مؤلفات وكتاب يلسر هاتنا نبيسين دس بيبكين نسب وبيغمبري صلى الله عليه وسلم تقوتي أبو القاسم محمد كوري عبد الله كوري عبد المطلب كوري خاشمي لسا بنو عبد المناف بنو قصي بنو كلاب بنو مرة بن كعب كعب بن لؤي بن غالب بن فهرة بن مالك بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن معدان حتى دقهيتا كوبجن عتنان من ولد إسماعيل صحكي نسب وبيغمبر صلى الله عليه وسلم همي تشتك يجي أشكرايا ويا وكيف متفقة السر نو كيف قافكي مثلا إيش ما بيت نافي مثلا خوب يشتن حتى احتمالا 4 5 بابيرا كام زانين سر دا من زانين يعني او جي شنه كدير بي بس ابن زاني كا يسر دا كينه وكينين مثلا بجم عبد الرحيم جلال احمد حسين علي عبدي خونك شوف كم ايش عبدي زاتر نظامم كيا باب مجن نظامم كيا احتمال باب بير مجن نظامم كيا أبا بيغمبر صلى الله عليه وسلم حميفة يعني حتى إسماعيل تتنياسين حتى عدنان إسماعيل تتنياسين نافت بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني ما قلت شكي كردة يعني فعلا جهة استفادة بيتن جبير بن مطعم بيشتن بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت من هندك نافتين وجه عندك تين تشتش حد يدرت يخن قالي برا أم نشوي رنج مروفا هنا قالك جماعة قوتي يعني قوي خونا ده عندك مروفا أبا مبتدع إنه أبا بيد عدروا أبا دوانينا شو تشتك جوان درستي باقش أم يلسر في غنبل بن عصرا ديرش انحرافي ديرش زيدا قافية إنما أنا بشر مثلكم يا تمام يعني مجرد هالكفتة كفترة أزبح سي في غمرك نعوذ السلام أمد بين خلقك هالكفتة دا تعظيم مازن الدنيا اتكت أه؟ شو أم بحسي في غمرك نعوذ السلام بجا حتى وصم العرض كي محاضرك تخانت إيكي إنا بخارت كومنت كدا هذا من عمل الشيطان الذين تقومون بهم النو محاضرك أم بحسي في غمرك نعوذ السلام بشك بخول مراجعك بكم بشك توبك بكم بشك تهاجر بيد محاضرك محاضرك ازي بحسي خودي وبيغمبرات كم ابا تشي زي دا قابي تدا لما تبري دا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دك نوبتين قلت من نوبتين نوبة من محمد احمد ماحية طبعا احمد ومحمد بو بغربتر حمد ومدح توي الدنيا العسمانة تينا كرن ماحي قلت اوه يكو قناه بيتنا جبرن كفر بيتنا كرن الحاشر او جناب پیغمبریا کو خلق دیرو جا قیمتی تحشر کرن العاقب کو چه پیغمبر پشتیوینین خاتم النبیین لوا عرض کدی پیغمبر صلی الله علیه و آله اس محمد و احمد و المقفى و الحاشر و نبی التوبه ما وری نبی او پیغمبر التوبه و ی دلوانی ما و نبی الرحمه پیغمبر صلی الله علیه و آله و کو نابت پیغمبر طهارته پیغمبر عليه السلام يعني كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن چن طهارت هبوية نا طهارته پاقشي وسر شتني وچاف شتني نا طهارته نسب چونكي امد زمان يعني اود زمانه كدابون يعني تحسب كش اسماعيل حتى جهيتا يعني عتناني حتى جهيتا عبد المطلبي يعني جهيتا عبد الله كوري عبد المطلبي يعني ايك تشتي خراب نها تجيانا اك اجدادت پیغمبر عليه السلام نكوان بخود بيجينا اذا چنكي والله يعصمك رب العالمين پیغمبر پارستي يك نقطنين اك تخال كرش كو بي پاوشتا پیغمبر عليه السلام لو ساك دوی مجالي دا دوی مجالي كو طهارتا پیغمبر عليه السلام كس نبو يخو نقطة كسر بيشت ای که بتن سر تا خون گله گله پا بوچی نه جنی نه اینه پا بوچی عایشه اش بچی کاتی مارکه ابه هی یعنی فانت شد صاد بیشن زاتر چت شتکی دینی نه بس سکید مسئله طهارت پیغمبر فاق جا پیغمبر علیه السلام لو سحکی پیغمبری صلی الله علیه و سلم بن گوتی خود تعالی اصطفى من ولدی
ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل قوتي كنانة وش كنانة قريش وش وانج بني هاشم وش بني هاشم قوتي أزجي قرتم أزجي قرتم لو أجي وقتي هرقلي بسيارة بالصفاني كش نسبي في بيغنبري بسيار سفياني كر وسفياني شو دا في بيغنبري بروان طريقات نشل بيرد رأيب كات قوتي هو فينا ذو نسب يعني بك باقجة نسبك جالك برشاوي هاي هذا أفت هذا قوتي إن هرقلي قوتي أهوصى بيغنبر تنه هندشمارتن عندنا هنارتم بو خلقك كش نسبك باقجن پیغمبر صلابت خوده سروانا بن بونا پیغمبر عصر السلام پیغمبر صلابت سبن يعني يا متفق عليه بيجا هيفا بينو هيفا بانو صحباتا قديا روجة دشنبية ربيع الأولى وديسا عندك بجن هاشت عندك بجن دها وچم مشكلة مدفري دانينا دها بيت يعظابيت بمهم بونا پیغمبر عصر السلام وديسا ابن كثير كود بشنية الصحيح العام الفيل يبيدابوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديسا علماء بيجن ابتكو سيرت يفد جهزن واختي آمينة دو قيام بويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هنگي نشانة پیغمبراتي پیدابوين چونكي گراني پیونا ديتيا واختي بوي جرونا هيا قل قل پیدابوين نبرا روشالات روش آوائهات يرون كران وتحديث عرباز بن سار يداد بيشتم قول پیغمبري بعض السلام قلت إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين أزل دفخد تعالى كتابة يا ابن جهو بلندا أزهاتي مهجمارتن بلا بيتن جدو مهيكت پیغمبرا صلاة خسابنكو پیغمبراتي أو ظهي پیغمبراتي بمن هاتا وكيد بيجن ختم كرن آخر بلوغ بويا وقلت الجل هندي بحث كتن بيشنكو آدم شتقني بويا و أس دعاء إبراهيمي ما إبراهيمي دعاءت كن يا ربي تو پیغمبرك وصابو أبي أمتي پیداكي وأس مزقين يا عيسى عليه السلام وأس خونا ديكا خوما وأورنا هيدر كافتنكو قصرة الشامي بيهادي نرون كرن أباكو حديث التمام وصحيح دا إش پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقام بجنبي قومان پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتي الشيردان و ثويبة ديرا مولا أبو لهبي أباكو خزمتكر أبو لهبي أنا ذا البني السعدي سال حليمة السعدية وتقريبا 4 صالة وباباتي وقت سنجي پیغمبري هاتي أباكين عليه الصلاة والسلام هنجي أوانا يعني ترسيين پیغمبري زفران دي صلاة خود السربن پیغمبري هاتي زفران دن لواجي أبابويا يعني پیغمبر عصر السلام تردستي هندكاك وشيردان وآيتهات يبقى خدان كرن فارستنا پیغمبر عصر السلام پیغمبر صلاة خود السربن جبچيكاتي هات يبقى فارستن شحمي بابت اوهد کن بجين ات وقت جهالت دات هات ناكرن يعني وقت خلقك يعني تمامتي ديننا وقت خلقك عبادت پیکر او السلامات کر پیغمبر عصر السلام عبادت یک پیکر جی روشه که نکلیه خوه سان یکی جی یعنی قصه تین کنده جرا پیغمبری بری عصر السلام پا با یعنی قانع کنو مناسباتت منه و چوانا ایتنو و او امرو وکت ناف مده خودان قدره و پیغمبری چوری پیغمبر عصر السلام دک روناهی دیتین یه شویری هاتی یعنی اک سان یاب تینی جی پیغمبر عصر السلام وکید بیشن تشتی کو دوخت جهالت دا بعيب دار نبويا مسألة شهواتي ومسألة كو وكو جحيلك ومسألة جنكا وكتشاو فلانا دي سخوه الهندي سري ذراكي جي اكي تشكل سر پیغمبري نبويا عليه الصلاة والسلام والبيري جي خدت على پیغمبري بحراستي وهندك جرى احتمالات قلت يسوكو جحيلك من دلتي هبويا بش ما دورو بلد كعبك ووقتك الوري خلقك بشافي تاتن وآقر تلكن وباست بجارتن وجنك تاتن تراقصين بس پیغمبر عصام قلت اختمي كل يد اللي خوجي السنجي الشار بويم حتى قرما بلا بيتن يها مكيه ازي الشار كريم ديسا پیغمبر صلاة خل السربن يهات يا پارستن يعني بحمي شكلكي ويبويا خدانجه پیغمبر بعض صلى الله عليه وسلم نهلا خلقت كعبه دا طبعا بريكا پیغمبراتي خلقت كعبه دا لك كويتن كوانا بلا بتصدت خيني دانا بونكو دي خيني تاريتن او تتسلوبك قلك حكيم وجان أفي بابتي هم يجارة سرتكن دا أف خلقا لكنك هبيتن أفا وكو الصيانة بيغمبري صلى الله عليه وسلم
بابتي هفجينيا پیغمبر علیه السلام اکمین هفجینی پیغمبری کریم ات عمر 25 سالی دابو و دگل خدیجای دابو او بو وقت الگل میسرای میسرا خزمتکار خدیجای بو و دیارا یعنی گل پیغمبری فرق علیه السلام وقت تاتوا مدحت پیغمبری گلک بود کرن یعنی گوت اف مروه گلکی خملاندیا بابت راستی بیجیه و بابت امانته و او بو خدیجای گوت اخبارا که بدنوی ببحثینن از حس کم شیب مروه که او صاب کم چونکه خدیجا جنک بویا خودان ریز بویا خودان جه بویا ات نفوان دا بس اوی شیب همی کسی که نت کرد چونکه گلک خلکی طلب آوید کرد او بو وقتی بجن ویانا خوب پیغمبری در ببری بو مسئله زواجی پیغمبری جی قبیل کری علیه السلام و فعلا خدیجا خواسته خدیجا جی یا عمری 40 سال بو و یا ما الدف پیغمبر علیه السلام پیغمبر چی جن سر نه اینه نه سر خدیجا حتی وکیل بجن دو ماهی که جی کو عمری خدیجا یعنی حتی عمری خول گل در باس کری صلابت خوده سر پیغمبری بن علیه الصلاة والسلام بشکلها یعنی وقت بجنیا تمام و یا درست یا پیدا بوی پشت اینگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجمارا کا وکو جن وکو سودای وکو عایشای و دیسا زینبی هجمارا کا دی طبعا هر هفجین کا پیغمبری نای الدیف مناسبه کی نای الدیف یعنی بلا بیتن حدثه که ردانه کی اینای همینه او بینکو کیف خو يعني حكمتك تداوية شو لك مازن تداوية نجا بيكات عشيرات تداوية نجا جرا نسبك مسالك شرعي تداوية يعني هفا يت ايناين وبتني كتش يتلدف بيغمبري كو كتش تني عايشة بو رازي بو ناخد السر بيدن هروسا عيال بيغمبر عصا السلام عيال بيغمبري كتشو كورهابون كتشو كورهابون اش خديجاي اش خديجة يا ابو تني بس ابراهيم شماريا ابو هكا يدي خر او بون اش خديجة يا ابو قاسم و پیغمبر اصلا بنابته تن ياسن قلت ابو القاسم و هندك وقت كامل قال پیغمبر جاي عليه الصلاة والسلام و قلت الطاهر الطيب جد قلت و ابا كبتاتا قلت لسا ابراهيم يبيدا بوي ابراهيم جي ماي دو صالو بشن دو هیوای مال گل پیغمبری صلوات خود سربن او اوجی کتیت نساخی که داو یه چویا بردلوانی خودی یعنی پتر یا عیالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیات اوی دا یت مرین حتا حفتش مروبا کش نیزی که تویش عیالت توی شفجین اوی دی باب توی ات جان اوی دا مرن علیه صلی اللہ علیہ وسلم کچیت پیغمبری صلوات خود سربن زینب بو کو مازنترین کچا پیغمبری بو و يا شيب ابو العاصي كري كوكر خالتي بيبويا ورقيا شيب عثمان كور عفان كري وفاطمه شيب علي كري وديسا حسن وحسين يجي بيدا بوين وام كلثوم يا شيب عثمان كري طبعا بشترق يا شو ابو رحمه خدي وديسا وكي امام نووي بيشتن پیغمبري چار كتشابون بخلاف وسي كور هابون پیغمبري وهابون صلى الله عليه وسلم جانا ما پیغمبری بشی وکی کرد و فعلا ام خود وی جانا می دا شرازا بکین خاص زمان اکی دا وقتی خلق تاوش تا ایکی یعنی بحثی بید کتن مروف حس کد چی تا بزانی تن بو چی خلق بحثی بی مروف بید کتن او گلکا گرنگی حاطنا پیغمبر عصا سلام ما کو پیغمبر صلابت قد سر بن پیغمبر نه ما بو یو پیغمبر یعنی کو مقصد بی وحی بهاد بیتن حتی گشتی چل سالی حتی گشتی چل سالی هر بگر شوی عمری یعنی روزا کوم بج انسان بالغ بیتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم تذکر کرنه که داو بر دوام یعنی بیا با تشتکه بیت وید تشتکه بیت وید گوهرین که بیت لما کیا برزه عالم کت نفشر کدا عالم کا سر طعانه کی صلاح خینه کودت ریج عالم کیا ریبایت خود فواحش و کی تشتکه علینی هم هر کی چنه و حالم یا مایت مشروبات حرام را و کشت نیرا و غیه قوی ضعیفت خوتن جن هر چه حق و حقوق نینن همه جن همی گوا بم پیکریه و گلگ گلگ قدری بگده بنا چی های که ده پا ده گوپالا کی کنه دستا کنه کنه بن آخه ده گوپالا کی کنه دستا ده و حتی تمرید ده شوانا پازی بیتن
ava dil def peyda bi hatat miritan di ava biten lawa sahki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem il çavariye ku peygamber bete hnartin salavet khudi serben hatta çarek il vi hali bete kirin lawa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hendek jara rujit ramazani u btaybet 27 ramazani u rujit düşemda هندك جرا شو بلا بيتن غار حراء وبروجا مات نافدا حتى جارك الجرا ملائكتك بهاتي وف ملائكتي هاي محاولة كتكو خاندني اقرأ باسم ربك الذي خلق وأو بشتس نظام خيني حتى كوين الشاطي وأو بيكو بيغم أصلا في جتيت أخاري وترسو بلرزو هرزاني أباتشتك يعني ريدانك يا بيداد بيتن و او بو اختبر يا بن بر يا دفرقه بن نوفل بودي كار خوب كت تو ي برف شو لك قالك مازن بچي اوي اكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ي ما يجي 3 سنه بشتي هنگ خود تعالى گودي فصدع بما تؤمر وانذر عشيرتك الاقربين يا دس بكري و پاشين كه هنگ يا دس بكري پیغمبر صلى الله عليه وسلم كت يا البر دي عياتا وكت يا بر هفركيا وكت يا بر محنت قالكت مازن سردست نزدیکترین کسیت خو یتوکی ابو لهبی و غیری وی که هفرکیه کامازن گل پیغمبری کلیه علیه الصلاة والسلام صبر پیغمبری صلاة والسلام ام کرد دینی ی بحثی پیغمبری دکن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گلک شدائید یعنی تشتی گلک بزحمت یب سردات یا خاری باز بابت هر صبر بویا والقل صبري محتسب بويا يعني او تشبخو حساب تكر وبهنا خوال سر فراكري وفرمان الهوال تخود كريم در كابنا حبش در ظلمي واستهاد برافن ويدر كيفتي ولو اجي ابن اسحاق تقول واختي ابو طالب مري يعني بو قريشيا بو فرساك قالك ما ظن يعني وان طماعيت حياته في غنبري ذهب عليه الصلاه والسلام كو في غنبري حياتي دا نهيلا لو اجي افا محاولة كده كوف مرة بين زيكو برابن ودي ساجي ترد صحيح هذا بيغم أساسا دك جات شو بر كعبة الويل نبيجت كرن وقت نبيجت كرن أفاكو عقبة بن أبي معيط طيتن محاولة كده كو السجديدة بيغم بري بيشن على الصلاة والسلام سجدة بيشنتن لو خشكو برا أنك ما أحبتي نبي تفرو ك إجد في زمن يزاب هواش تبيغم بري پیغمبری کرد که تو رش که تو که تکاری کاتر و آخفنت نروا و گلک جرا هندک افت کو افرو که پیچک دنیا دزوات یا پیچک منصبه که دنیا سردار چونک بود چه بویندک جرا یعنی بیت هم افسانه هی پاوش تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اول نیا افرو که او گر اف انسانه توبه نکن بیشک عقاب و حساب وان الگل وایه حساب وان عقاب وان هل قال أفي دسبي عقبة بن أبي معيط وقت تشيت سجديدا بلا بيتن في غمبر تيشت عليه الصلاة والسلام وريبيك طابشت السرسري وديارة لواجي أفا ايكي مثلا وكي ديسا وكي وي روجك شروجاجي يعني جلكي في غمبر تقر يا ويدات كيشت ها وقت دي في غمبر خندقين تن وابو بكر الصديق تيتن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إذا ظلامك يكوشن كو بس بيشتا باب رب العالمين ربي ما هما بركا جهرا والدعوة بس بيشتا خلكي بل قالي خلكي دبري خب دنا خدي اني لكم نذير عمتاتين زرب دينا وبشير زاد ما تشك شوانا بيت پیغمبر صبرك الزيدة عليه الصلاة والسلام تشتاك تجي جانا پیغمبر دهبو بابتي دلوفانية رحمك قلك الزيدة پیغمبری هبو علیه الصلاة والسلام جب نرحم بزل قل اهل مال خو انقل صحابت خو انقل ويويل قل پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مشكلة رحمة پیغمبری همی تجفا قرد بون وحتى رحمة پیغمبری او مروفا قرد بون اوید کو دجمنت وینه وشوان دجمن اوید کو برد دانانه وخيناوي تريتو لواد بجنه که ابرو كاف انسانا پیغمبری بحسن علیه الصلاة والسلام بس پیغمبری بحسن چه پیغمبر چه بواد بید وان چه بو پیغمبری دوید اف مروبت دیده کنه گیری و دی روندکای نخاره و دی این توبه کن و دی پشمان بن و دی بیشن ایدی خلاص ام تشتکی وسا ناکی نوه او صحبت همی گواجی یا کو بربلاو و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مختی چیتا طائف و
جبابتی عیناتی و ترانا پیکرنی و پاشولیدانی و برا و خیم پیدا بیتا خاری حتی بجا بیشتن من سر خوب بلی نکریه چونکه بیشتن مهمومون علا وجهی هندی هند خمکا گرام بون پیدا بو و گوتی ایلا و انا بقرن الثعالب بیشت از الجهه کی کو ميقات أهل نجد أو عردك وخلك نجد الوري ميقات يبو عمري جدا مش مسار أخو بلنكن كو بلا بيد عورك الهنداف سليمان أو عوري السيبر المدكة بل خدمة جبريل هذا عليه السلام فناداني قد قلت من خدت على هاش خلكي هيا قوم اهتابت كوبيتي الناس سريتها هاش هيا وأبا ملائكتك يديدة قلتاغ فيتن وديارة ملائكة تشياتتا القلتاغ فيتن وتوري دا بيشخد تعالى زي فري كريم وبهن دي بيت نكاش تخينا بتفا اشتغل اجرا اما ما دس نفرينات كانوا يا ربي تفلان كاسين يا ربي تفلان كاسي بك وجي وجا نفرينا خينا بيضات تدخاري اشتا برينت لشي دا يتيشيتن يا واسطي يعني برينج ترانات في اتنكرن كان كان ومزنت وان يا غوتي اگر جل کت شعبی بدرین مکات و پیغمبری که دیگه گویی ما خودش بلیت کسی دی ندید ما بس تو دیتی تاب کتاب پیغمبر دا غیرش مکات پیغمبر ترانه و پی سر و جرا پیغمبر صلی الله علیه و آله چبویه بل ارجو ان یخرج الله من اصلابه من یعبد الله وحده لا یشرک به شیئا بل که اندکش پشت وان پیدا بن بین عبادت خود تعالی بکن بین بجن لا اله الا الله لا يعني سبحان الله خد مرب قلق من تحيبتي يعني مرب زانت في مرب قلق قلنا هكا مظن ده قلق قلنا هكا مظن ده أبي محاولت كتن بيغمبري عليه السلام كتا يرهاب أبي بيغمبري بكتا جهة ترسي أبي يعني خد تعالى الرياك دا بيغمبري عليه السلام هندك جل هندك الصحابات قلت تشفى هاي چارد الشفي ده هاي وچارد الشفي ده مسات قرار هاي وشارد الشبي وري بيغمبري والله قلت ري بيغمبري جان تربا شنو قد بكاري كاتيرا كي نا يا ديرش يا ديرا وكد بيجن حقيقي اوفيت مروف يعني وكد بيجن يلسر خوبيتا لو جي بيغمبر خداني في رحمي بويا و سر في جرا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام دعواكي يا دي كود جانا ما بيغمبر دا بيغمبر صلى الله عليه وسلم هجرات ياكري مشاغبون ياكري او قال ابو بكري شو نشكفتي وشغار ثور وفشتين قال سيرو جمعيات ولدا وشوري شوين مدينه وخلق مدينه قالك بيشوازي وبخيراتنا كجوان يا البيغمبر عليه الصلاه والسلام وبيغمبر الويري مزقفتا خوجي ابو بكر ومالا خوجي ابو بكر غزوه بيغمبر عليه الصلاه والسلام عندك جرى عندك وقت تتم بخلقي تقف نتبيجن حما بحس هروكي جانا بيغمبري بس كانما بس غزوه بوينانا نا تشتكي جالكي كيبا ما انتو وقت افرك الدولات بي تا عسكري خويا هاي تا بشمرقي خويا هاي تو دي دفاعش خوكي هاي تو دي خلقي لو اجي يعني هندك غزويد يعني هبونا طبعا جالكي تكيم و اويتوان همي الشرادة هاتنا كوشن سردست بصرمانا يعني سيك ربع ربع وينينا اويت افرك دولتك تكوجيت بكيمياوياك ربع وانجينينا لا يعني يا هات يا ولي كري كانما فان اجرا هما اسلام خرب جارك غزوه بونو سر داغرتم بونو وموضوع جواريه وموضوع غنائم ابهم سحبتك قالك بطاله في غمره صلى الله عليه وسلم حجه كريم حج يا كري تني بس حجه كب تني يا كري حجه الوداع تني يا كري اك حجه كري هكا اك بيشتن مثلا بوش في غمره صلى الله عليه وسلم اك حج كريه و پیغمبر بوی صلاف سبنو که یک دیده جا حاجی کتن چونکی تشتی پیغمبری کر با رنگی با فرس که پیغمبری بانگ نده اصلا چونکی نده نبی تا فرس ایک حاجا کری داما درست بید شول بس پیغمبری چار عمره ایت کرین عمره حدیبی ها کری ایت که مشرک پاشنگی نهیلای و عمره القضاء ها کری و عمره جعرانه ها کری و عمره گل حاجی جا کری چار عمره پیغمبری کرین علیه الصلاة والسلام سالوخات پیغمبر صلی الله علیه و آله بن پیغمبر صلی الله علیه و آله نه دریج بو عند دریجه که بلند اوی کند جاش قام در کفتی و نه کرد بو جی پیغمبر صلی الله علیه و آله شین بجین پیغمبر صلی الله علیه و آله بن وسطیتک هبو وکو جسم ده بشرا پیغمبری ری پیغمبر صلی الله علیه و آله بن
سورس بياتيت نافدابو جابت بيغمبري ترجبون و ديارة كم أفا مجال إدبار فرح بيدبن إن مدفي تشكي هر كورد بيشيني بها ديسا جيانا ما بيغمبر داب بابات أخلاقي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أجود الناس بو شهمي خلقي مرتر بو و أصدقهم لهجة لهجاوي أخناوي هم راستي بو يعني تشجرا يدروجي نهاتيا اد جانا پیغمبري دا صلى الله عليه وسلم و جلك ديسا طبعك النرم هبو مكي قران بشتي بما لنت لهم لينر ماتيال دفتا وقدر برامبري خو جلك تجرت لو قلت وان انك على خلق عظيم وديسا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جلك بجرعت بو يعني جرعته يا تمام بو قال هندي قالك الخلق دبوري والقل في بيغمبريات ياوي صلاة خد سلفن قالك تشنش كستيبو يعني متواضع بو نيخو مازن كربو وشرميني قالك الدفابو وهدية قبيل تكر برامبر هدية جدا دجرا صدقة نروار قرت ندخار وبنفسخو تشجرة بيغمبر بنفسخو تورا نبوية هكا جارك اشترا بيد بو ديني خودي تورا بوي ان سر حقيقي ان دفاعش خلقك پیغمبر تنه بو هندید غضب چوي او ديسا هندك وقت تاتين چه دست پیغمبر نکت يا بخود عليه الصلاه والسلام و هندك وقت جي تاتين انواع خورنت خوش دست كاتين و ديسا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكيد بجن دريشكي ذات نخاريه و قال هندي قال فقيره تنشتا خاري سردانا نسا خاطكر القل جنازة بريكت كات في غمان صلى الله عليه وسلم نقود إلى حق يا قوتي وديسا كان يويجي تشجر حيل نبويا وفي غمبر صلى الله عليه وسلم قلك تخزمة خلقي خود أبويا يعني وقت مال دا ما دا بيجي أبا خزمة كارك وكي عايشة بيشتن في غمبر صلى الله عليه وسلم حمي تشتكي درست في غمبر يتكر صلى الله عليه وسلم مالا خودا حمي تشتكي درست في غمبر يتكر صلى الله عليه وسلم لو قلت خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي يش خراب خير تار أو مروفي قلك بخير بتبو أهلي مالاخو ولو قلت شوهم يا بخير ترام وهر وكدي سأنز بيشتن من خزمتا بيغمبري عليه الصلاة والسلام ده صلاة كري اكرو جينا قلت يم تبو تشوت كيها عانتش بر تشوت كيها تشجرة تشتكي وصاجي نبوية ديسا بيغمبر عليه الصلاة والسلام قالك قال حيواني قالك نرم بويا وأكيد بيجن رحمة بحيواني جي هات يا برنش لاي بيغمبري عليه الصلاة والسلام ودي سال قال ويجي بيغمبر صلاة بدخل السر من معجزاتها بوينا وكي هيف يا أبو بويا دكر وشك دانينا والقال ويجي نافت بدل بيغمبري آف يا زاي وشكايت أخو حيواني بو بيغمبري إيناي شنك أفا مسألة غيبياتنا ديسا فضل البيغمبر عليه الصلاة والسلام البيغمبر صلى الله عليه وسلم فضلك قلك مازن هابوية وكي البيغمبر صلى الله عليه وسلم تشخد تعالى يدوين من ندوين كاساك بري كامن أفا يكو خد تعالى ترصة في البيغمبر يكري الدلي دجمنة ويدا يعني ما دجمنة ويد مالا تخدها جد ترصة دولة تخدها جد ترصة يعني أفا نكال فان ولا تجتيتا يكير نكال خلقك مثلا يدبيشتن فان ولا تتات شنك عالم ابو سرمان بيتن خلقك كديني خران ترسن يعني ترسك يا بو بيداد بيتن ترسك ابو بيداد بيتن لو اجي ديسا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم السربن او بو يكو خد تعالى مزقفت دنيا خر يا بو كريا مزقفت راو تشد رب العالمين دايني نوك ابو ما بصر ما نحما چي عرض بي درست امن بيجي لبكين يعني چي عرض بي چي ولاد بي چي دولاد بي تن تول كيري بي الكيفة بي طبعا اف ديانات البرا يكين دجرا بوان نبو إلا تصو مع أخو فالروج دون بيج بون بس بو ما همي عردان بيش درست و يكيري الطهور جي باق جج ديسا وقوتي اكش امتا من كيري بجي تن بيجي دي نبيج أخو بلا تمام كتن وبابتي الشفاعاتي وبابتي كو أزبو همي مروفاتي بجاركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أزهاتي ما هنارتن
بو همي مروفاتي ازيهاتي مهنارتن او پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي وانا اول الناس يشفع يوم القيامة والقلب يجي قلي بنالة رزدار پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايك من كسا رجا قيامتي كود الشفاعتي كت و اشوان پیغمبرايا كو پتريا خلقي دي دي في بابن و اشوان پیغمبرايا كو دي درگه بحشتي اپوی اتفاکرن والجل هندت قوتي أسري بري السيد أنكو حمي عالم ما حمي دين ده من رجع قيامته وأول من ينشق عن ينشق عنه القبر بل جل هندي جي في غمرة صلى الله عليه وسلم جلك متواضع أبويا جلك متواضع أبويا تجارة جي خمازنا كليا ديسا عبادات في غمرة صلى الله عليه وسلم هندك جرا هند عبادات كير بتويت باقين يعني موضوع تشبونك وخو زحمت دا يعني برامبر في نعمة مزنا خود تعالى قل دادكر قلت أفلا أكون عبدا شكورا يعني في الشكل هبو يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وپیغمبر صلى الله عليه وسلم جرى عبادات تكرت كرين ويتسفك كرين دا سر خلقكي قران نبن أوريدا نتجانا پیغمبر دا پيدا بوين مثلا إسراء ومعراج أذكرنا مزقفتي غزوة بدر بوا غزوة أحد بني قريظة بوا بني مصطلق باسمها حديبية غزوة خيبر غزوة مؤتة غزوة تبوك حجة الوداع وديس وفاة پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفهميكو اتجانا پیغمبر دابونا شين بجنة وكو السيرة پیغمبر بشيوكي جلق جلق كرت ويسفك وكي مقوتي محتاجيك محتاجي ما بهي أم زفرنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چنكي براستي او من تاخذت على القلم كي بي پیغمبر وكي ما قلتي اش من تا دي بابا قلك مصطره وهر في پیغمبر بري ما دائم رنزل فان دي بابا بگرين وهر في پیغمبر بري ما دا هندي ام دستي کو دو بگرين هاري كارو پشت وان تي کو دو بين اتهمي خير دا لو قلي بصرمان و ايمان دار او قلي او كيسيت هند جرا گوه دار يا وان برنامج كي او تشتمت بيجين صحيح انا اش كتاب اخذ تعالى سنة پیغمبر صلی الله علیه و سلم دشتک درس بو امتا وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بن و ام دی بجن لازم ای کمین کس وک قدوت جرمدا محمد بیت علی صلی الله علیه و سلم چونکی مجبل وی چ قدوانینن و کی افرو که خلط بیتن و کی خلط تیب کتن کیش داعی بیت کیش ملا بیت کیش شیخ بیت کیش سعید بیت شبت کو نوان بجنسر کی خلط تیب کتن نابیت مبرر بوتا تو دین خود تعالی پیلی تو پاوج دین خودی لازم أنبر دوام بين الجل خيري وبشي دعاش خد تعالى تكين خد تعالى ما الشفاعة في بيغمبري ببارنا كت صلاة خسر بن ودعاتني رب العالمين حج كرناوي كت بارما وبر دوام مشوام جريت نيت خزمتا في بيغمبري كن عصا السلام وأفرو كأم خو شاناز ببينين وهر دز جها كيف في شكل بيتن وهر كسك بيتن يا أفرو كت خزمتا في بيغمبري دار عصا السلام وديار أبج نعمتك وخلاتك خد تعالى بيشكيش ما كريك وام دعات كين خد تعالى بدت هري كي شن كبا نخلاتك بتشيك خلاتك جلك مزنا أفرك تد خدمتا بيغمبري دابي كميا خوفا دزجيد خوفا بكارو كيدات خوفا بخلك ملا خوفا نعمتك جلك مزنا يا ربي برد دوام تمج في بيغمبري ببارنا كي صلى الله عليه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين.